الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه بيكون بالعراق من ذكر الدار أهل الشام. فبيقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأبدال يكونون بالشام وهم 40 رجلا، كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم الأعداء. في مقطع صوت الصورة للدكتور سعيد رمضان بوطي الله يرحمه، إذا كتبنا كلمة أبدال في الشام على برنامج جوجل نشوف هذا المقطع، مقطع صوت وصورة. الدكتور سعيد رمضان بوطي الله يرحمه بيأكد أنه حديث الأبدال حديث ثابت. هنا مغارة عمه تسمى مغارة الدم لأنه شهد الدم سيدنا هابيل. قابيل قتل أخوه هابيل، القصة مذكورة في القرآن الكريم. قابيل قتل أخوه هابيل على هذا الجبل فوق هاي المغارة، الصخر احتضن دم سيدنا هابيل لوصل للمغارة. شو صار هون أحداث وأسرار الدم؟ شهد الجبل من هول الجريمة، فكان هذا الفم بنلاحظ اللسان والفك سقف الحلق. هذاك الدرس بنقوله درس العلم، هي الأدراس، هي النار، كل تفاصيل تم بني آدم نشوفها هون. طبعا هي شهيت الجبل. الصخرة اللي نسمع عنها بكيت على سيدنا هابيل ولا تزال، هي الدمعة، هي الدمعة الثانية. هون يقال كف سيدنا جبريل عليه السلام بالهيئة البشرية، هل ده غضبة الجبل؟ لفظ الجلالة كلمة الله طبعت كف سيدنا جبريل عليه السلام. الكتاب بيقول: غضب الجبل وقد قابيل قتل أخوه هابيل، وأراد الجبل أن يقتل قابيل لو قتله من شدة غضب الجبل لهلك الجبل مع الأرض. فسيدنا جبريل عليه السلام بالهيئة البشرية هل ده غضبة الجبل؟ وأنشاء الجبل عمي هون كسر جدار المغارة. هذا الكسر بنلاحظ كيف الصخر اندفش لقلب المغارة من عزم شهيت الجبل. عندنا محرابين هون عمي، هذا المحراب مسمى محراب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا المحراب مسمى محراب سيدنا الخضر عليه السلام. الأنبياء اللي بيذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث اللي صلوا بهذا المكان منهم سيدنا إبراهيم وأيوب ولوط وموسى وعيسى عليه الصلاة والسلام أجمعين. كتاب العقد الثمين في مقام 40 بيقول: كل الأنبياء اللي وردوا إلى الشام صلوا بهذا المكان أسوة بسيدنا إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام أجمعين. 40 محراب فوق عمو هن الرمز للأربعين الأبدال، يعني مثل الرسمة تمام؟ واتعمروا البناء ما له اسم بالأساس، شو بده يسموه؟ سموه مقام 40 نسبة للأربعين الأبدال اللي موجودين بالشام اللي الله اختص فيهم بالشام. عملوا لهم 40 محراب رمز، واضح؟ يعني هن الأربعين محراب رمز فقط للأربعين الأبدال. الأبرين عمي اللي مدفونين فيهم فوق الشيخ محمد أمين صاحب كتاب العقد الثمين في مقام 40، كنيتهم كلهم خادم 40، الشيخ أمين والده الشيخ خالد والجد الأكبر هو الشيخ مجيد. 200 سنة آخر 200 سنة هن اللي خدموا المقام هون، طبعا أكرامهم لهم دفنوهم هون بناء على وصيتهم.